المتابعين الكرام، في هذه اللحظات يصل فريق شباب المحمديه لملعب ثانية رمل لاجراء هذا الدوره 22 اللي غادي يتجمعوا مع فريق المغرب التطواني. كما قلنا في هذه المقابله فهي لا تقبل الاستثمار على اثنين. المتابعين الكرام، في هذه اللحظات اللاعبين ديال فريق النادي الرياضي ديال شباب المحمديه فهما كيوصلوا لمدينه تطوان لاجراء هذه المقابله اللي هي الدوره 22 من البطولة الاحترافية القسم الممتاز. الحال فهذه المقابلة اللي تتجرى في حدود يعني العاشرة، فالجو هنا في مدينة تطوان فهو جو يعني يمكن نقول بأنه مناسب لإجراء هذه المقابلة المهمة. متابعينا الكرام، المستبق في هذه اللحظات فوصول حافلة نادي الرياضي شباب المحمدية لملعب ثانية رمل لإجراء هذه المقابلة المهمة. بطبيعة الحال يعني بعد لحظات ستصل كذلك حافلة فريق المغرب التطواني لملعب ثانية رمل. فهذه اللحظات كما قلنا متابعينا الكرام ونحن على هذا المباشر فوصول حافلة نادي فريق شباب المحمدية هنا لملعب ثانية رمل. إذا متتبع قناة شوف تيفي في هذه اللحظات يعني وصلت حافلة شباب المحمدية هنا لملعب ثانية الرمل لإجراء هذه المقابلة المهمة اللي غادي تجمع بين فريق المغرب التطواني وشباب المحمدية في الدورة ديالها 22 هنا بملعب ثانية الرمل. كما قلنا فالجو مناسب هنا بمدينة تطوان لإجراء هذه المقابلة المهمة، وأكيد بأن اليوم يعني ما كاينش رياح قوية، فالرياح الشرقي اللي كانت زارت مدينة تطوان خلال الأيام القليلة الماضية فلله الحمد فهي ما كايناش اليوم، وبالتالي فالمقابلة غادي تكون جميع الظروف ديالها مواتية. كنا نمني النفس أننا نشوفوا جماهير ديال شباب المحمدية، ولكن لحدود الآن باقي ما عارفينش واش فعلا تنقلوا الجماهير، ولكن لحدود الان انا ما بانليش كاين شي جماهير اللي تنقلت مع شباب المحمديه او انها باقي على يعني تتنقل لمؤازره الفريق ديالها هنا بملعب ثانية رمل. المتابعين الكرام، لكن ما قلنا متابعينا الكرام في هذه اللحظات وصول حافله فريق شباب المحمديه هنا لملعب ثانية رمل معقل نادي فريق المغرب أتلتيك تطوان لإجراء هذه المقابلة المهمة. كما قلنا فهذه المقابلة فهي لا تقبل القسمة على اثنين، سواء بالنسبة لفريق المغرب التطواني أو لفريق شباب المحمدية. متابعينا الكرام، إذا كيف ما قلنا متابعينا الكرام في هذه اللحظات تصل حافلة فريق المغرب التطواني هنا لملعب ثانية رمل لإجراء هذه المقابلة المهمة هنا لملعب ثانية رمل. متابعينا الكرام، إذا لحظات قليلة ستغادر حافلة فريق شباب المحمدية باش تعطي المكان لحافلة فريق المغرب التطواني اللي الوصول هنا لملعب ثانية رمل لإجراء هذه المقابلة المهمة. إذا في هذه اللحظات سائق حافلة فريق شباب المحمدية فهو كيصعد للحافلة باش أنه
في غادر يعني جنبات ملعب سرية أرمل، ومن ثم العودة بعد نهاية هذه المقابلة المهمة. متابعينا الكرام، فهذه لحظات متابعينا الكرام، فحافلة شباب المحمدية فهي قد غادر ملعب صنية أرمل باتجاه يعني إحدى الفنادق هنا بمدينة تطوان. متابعينا الكرام، كما قلنا متابعينا الكرام، فقد لحظات فحافلة فريق شباب المحمدية فهي قد غادر ملعب جنبات ملعب صنية أرمل باتجاه أحد الفنادق. طبيعة الحال فقبل لحظات ستصل حافلة فريق المغرب التطواني. متابعينا